مساء الخير. اصحابي في مره عدوا عليا وقالوا لي في كافيه فاتح جديد حلو قوي، في خدمه مميزه. قلت حلو، رحت معاهم الكافيه لقيت مكتوب فعلا خدمه مميزه. قلت بس هنقعد بقى، وفي نور بقى بيتقلب وحركات وكده. كنت جعان جدا وعايز اتعشى، فطلبت 4 سندوتشات، نزل 2، وبعد 3 ساعه نزل 3، وبعد نص ساعه نزل 4. الرابع كان كبده محروقه مميزة. طيب خدت الطبق اللي فيه الساندوتش ورحت للراجل، قلت له من فضل حضرتك انا اسف بس الكبدة دي محروقة خالص مش هتنفع. قال لي انت بتطلب الكبدة ليه؟ قلت له انا اسف معرفش. قال لي انت مش عارف ان الكبدة هنا بتتحرق؟ قلت له اعرف ان هنا خدمة مميزة. قال لي مميزة، ارجع مكانك. فبدأت احس ان انا ما عملتش الواجب وان في مشكلة هتحصل. رجعت قعدت مكاني، قلت لهم يا جماعة المكان ده قالوا لي خدمة مميزة. تمام، قلت حلو. طب نلعب بلياردو؟ اي حاجه طيب نشغل نفسنا. قالوا لي اوكي. بلعب بلياردو، ماسك العصايه ولسه هلعب، لقيته من دهلي. انت يا ابني انت بتعمل ايه؟ قلت له بلعب بلياردو. قال لي العب على البلاك. البلاك دي الكره السمراء اللي هي بتنزلها بعد ما تنزل كل كورك. قلت له بس انا لسه فاضل لي 3 كور. قال لي خلص العب على البلاك. قلت له هخسر. قال لي اخسر، في ناس حاجزه وراكم. فقلت لهم يا جماعه انا همشي ومش هينفع الطريقه دي، مش هتنفع معايا خالص. خدت بعضي ونازل. قال لي تعال. طب صراحه خفت، مش هنحور، انا خفت. فقلت له نعم. قال لي تعال ما تخافش تعال. قلت له ايوه. قال لي انت زعلان عشان الكبده اتحرقت؟ فقلت له بصراحه اه. قال لي ولع. طب ما انا بتضايق برضو يعني، انا ليا ليميت. قلت له ماشي متشكر. قال لي افهم الاول قبل ما تمشي، انا حطيت لك الكبده على الجريل، رحت اشوف حاجه رجعت لقيت الكبده اتحرقت، اعمل لك تاني؟ وبعدين بقى فبدات اسال نفسي مين الغلطان في الموقف ده. اكتشفت ان انا الغلطان لان انا اللي سمحت له من الاول ان هو يعمل لي بالشكل ده. وبدات افتكر بقى المواقف اللي بنحط نفسنا فيها، لما بنركب ميكروباص ونركب 4، ولما نركب اتوبيس جمعيه اللي هو بياخد 29 راكب ونبقى جواه 122 راكب، ويبقى الاتوبيس مكلبص خالص كده والناس طالعه وواحد واقف على طرف رجله وفي واحد بيجري يقول له تعالى تعالى، هتاخده فين؟ ما كفايه الاتوبيس خد كتير، هتاخدوه فين؟ مش كفايه؟ لما بنركب المترو بيحصل حاجه تانية بايخه قوي. انا قبل ما المترو بيوصل المحطه اللي انا نازلها بقوم قايم وانا في المحطه اللي قبلها واستنى المحطه دي لوحدها وانا واقف. بيجي واحد واقف وراك بصبعه في ظهرك. كل ما المحطه تقرب كل ما يتني صبعه وفي وسط ظهرك بالظبط، فبيبقى الم جسدي، ولو انت طويل شويه بيبقى نفسي. فتبدا انت تروح يمين تروح شمال. يا سلام لو انت قصير وهو الطويل. المحطه قربت، يا رب يعني انت فوت تقول له انا مش مسند، او سوري ما تمعجنتش قبل ما اجي. بتنزل من المترو تروح مكان تاني تشوف الخدمه، روح مثلا اشتري بنطلون. العالم كله المقاسات فيه للبناطيل فوق وتحت، عرض وطول، الا مصر. مصر عرض بس، ما انت كده كده هتأثر عند الترزي. وده يوصلنا لحاجه تانية. في يوم رحت اشتري رباط جزمه وكنت محتاج رباط جزمه جدا، فقلت للراجل قلت له لو سمحت انا عايز رباط جزمه ابيض. قال لي 5 جنيه. قلت له طب كويس وروني. فاداني الواحد كده بني، فقلت له بس حضرتك ده بني. قال لي لما يتغسل هيبقى ابيض. قلت له يعني ايه لما يتغسل هيبقى ابيض؟ قال لي اغسله، ما عندكوش غساله في البيت؟ اه عندنا بس ده موضوع تاني. فقلت له اوكي بكام هو؟ قال لي ب5 جنيه. قلت له بس انا هاخد منك الرباط ده اشتغل عليه لسه هغسله. قال لي اه. قلت له اوكي 5 جنيه؟ قال لي اه. رحت طالع 5 جنيه قطعتها قلت له بالزقها بقى. شكرا.